من المؤكد أن الاستماع لصوت الأمواج والتقاط الصور مع المحيط هي أمور تساعد على الاسترخاء والابتهاج، ولكن في الواقع المحيطات في كوكبنا ليست مجرد أمور جمالية، فهي السبب الرئيسي لحياتنا، حيث أنها أكثر داعمي الإنسانية ثباتاً وإخلاصاً وفق منظمة الأمم المتحدة. مياه المحيطات والبحار تربطنا ببعضنا البعض، وهي مصدر رئيسي للغذاء والحد من التغير المناخي وضمان جودة الحياة على كوكبنا. ومع ذلك وبسبب النشاط البشري توثق المنظمة تعرض المحيطات لضغوطات مختلفة، حيث يتم استغلال 30% من الأرصدة السمكية في العالم بشكل مفرط، في حين فقدت الموائل الساحلية نحو 20% من الشعاب المرجانية. كما تؤدي النفايات البلاستيكية إلى قتل أكثر من 1,000,000 طير بحري كل عام، ويتسبب البلاستيك البحري بنفوق عدد لا يحصى من الأسماك سنوياً. ولضمان الحد من هذه المخاطر تركز فعالية محيطنا التي تنطلق في 13 أبريل في جزيرة بالاو الأمريكية على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لاستعادة المحيطات من خلال دعوة الشركاء من جميع أنحاء العالم للتوافق على حلول لإدارة الموارد البحرية وزيادة قدرة المحيط على التكيف مع تغير المناخ، حيث تمتص المحيطات أكثر من 30% من انبعاثات الكربون العالمية، وهو ما يساهم في حماية صحة الكوكب للأجيال القادمة.